تمام دكتور سعيد، خليك معي. عندما يرفع الرئيس زيلنسكي سقف أهدافه، صحيح هو يتحدث عن شبه جزيرة القرم، بس بيقول لك الحرب بدأت في شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم، هل هذا السقف يبدو منطقيا؟ نعم، هو منطقي جدا استنادا إلى معظم التجارب التي حصلت مع روسيا. يعني حاليا امتصاص الصدمة في موضوع حرب القرم وقبول أوكرانيا بهذا الوضع دفع روسيا إلى باقي المناطق وإلى حرب ثانية على أوكرانيا. لذلك يدرك الرئيس الأوكراني حاليا أن روسيا لن تتوقف قبل إسقاط هذه الحكومة وإسقاط هذه الدولة. يعني سيأتون بحكومة هامشية فقط مرتبطة تماما بروسيا. لذلك يدرك إذا أنه لم يفعل هذه العملية ولم يتوجه باتجاه توجه مضاد باتجاه القرم، فإن كونه كرمز أوكراني للشعب الأوكراني سيجعله ضعيفا. يعني لا يريد أن يعطي الروس حتى النصر الهزيل الذي يحلمون به. يعني روسيا تدفع دفع عسكري طويل لتقبل بهذه المناطق التي حققتها. يخرج لها رئيس في المقابل يقول أنا لم أتنازل عن أي شبر من هذا الشبر. هذا يضعف الموقف الروسي ويجعل روسيا يعني حين تتحدث عن نصر يقولون لها أي نصر تتحدثين عنه؟ الأوكران لم يقبلوا الواقع الذي تتحدثين عنه. يعني نفس المشكلة نعانيها في فلسطين حاليا مثلا، رغم مرور 50 عام، لكن فلسطين بأذربيجان نفس المشكلة. يعني بأذربيجان بعد 28 عام حققوا هذه الأراضي وعادوها. لذلك وجود المشروع إذا قارن بدك تحسبها من 48 صرنا أكثر من 70. نعم نعم، يعني إذا لاحظنا على الاتفاقيات العسكرية مع تركيا مثلا، لا يخطط الأوكران لثلاث سنوات أو 5 سنوات، بالعكس معظم المشاريع العسكرية ومشاريع السلاح حتى التي تهددها روسيا هي مشاريع طويلة الأمد. يعني هذه المشاريع دفعت الرئيس أبوتين في لقائه مع أردوغان ليقول له دعنا نتشارك في صناعة المسيرات، لأن المسيرات في أوكرانيا تقلقهم. حتى اليوم التصريحات الروسية تهدد تركيا أننا سمعنا بوجود معمل لتصنيع المسيرات بتعاون تركي، وبدأوا يهددون تركيا، لكن هذا المشروع نعم يقلق لهم. أوكرانيا حاليا تعمل على مشروع طويل الأمد لاستعادة كافة المناطق، وهذه تحسب لهذا الممثل الذي كان الجميع يتمسخر عليه ويقول هذا الرجل سيسلم أوكرانيا في 5 أيام. هذه ميزة تهديد تحسب روسي له. للأتراك تزامنا مع لقاء أردوغان بوتين. نعم نعم نعم، بسبب البيرقدار. نعم نعم، بسبب البيرقدار. هو قال مازحا للرئيس يعني بوتين، قال مازحا لأردوغان دعنا نشتري من عندك البيرقدار كما تبيعها لأوكرانيا. واليوم مثلا المسؤولين في الخارجية الروسية يقولون إننا وصلتنا معلومات أن أوكرانيا أعدت معمل خاص للمسيرات يتم فيه إنتاج مسيرات تركية. نفس الشيء مثلا هذا الأسبوع التايمز كل صفحاتها تحتفل بالبيرقدار، يعني ينسجون حكاية غريبة عجيبة عن أوكرانيا. يعني الطائرة التي تم استهدافها بالS-300 ثم الطائرة التي يعني طائرة البيرقدار التي فقدت عن الرادار ثم عادت إلى الطيران الآلي وعادت إلى مواقعها وتم إعادته، يعني وجاءت شظايا يعني من تأثير هذه الصواريخ هذه في التايم. يعني ثم تم إعادة بنائها وإعادة إرسالها إلى أرض المعركة. هذه الحكاية ليست عبثية. طب خلينا نسأل أستاذ فيتالي عن هذه الجزئية. أستاذ فيتالي، هل يحق للأوكرانيين أن يتعاونوا، هل يحق لكم أن تتعاونوا مع الأتراك حاليا أثناء الحرب لتصنيع طائرات بيرقدار في أوكرانيا؟ أكيد طبعا هذا حقنا، وبالفعل نحن بدأنا في إنشاء هذا المصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار بمشاركة تركيا في أوكرانيا. هذا يعني شيء معروف أن أوكرانيا تزود تركيا ببعض المكونات لتصنيع هذه الطائرات. يعني ما أشار إليه الروس صحيح بالنسبة للتصنيع المستمر للبيرقدار حاليا في أوكرانيا؟ لا، نحن بدأنا في إنشاء المصنع لتصنيع هذه الطائرات في أوكرانيا. إذن نحن الحين في مرحلة إنشاء المصنع، ومن المتوقع بداية إنتاج هذه الطائرات في العام المقبل. إذن يعني في العام المقبل نحن نتوقع استلام أول طائرات مصنوعة في أوكرانيا على هذا المصنع.
تمام، هذا بحسب مسار الحرب يعني أستاذ فيتالي، لا نعلم ماذا سيفعل الروس، هل يمكن أن ينتقموا منكم ويعودوا حتى إلى العاصمة لمحاولة احتلال العاصمة كييف ويقلبوا الطاولة؟ لا ندري. نحن دائما نقول لن نتوصل إلى السلام المستدام إلا عن طريق استعادة أوكرانيا السيطرة على جميع أراضينا في الحدود المعترف بها دوليا، القرم والدنباس، يعني كل الأراضي. يقول لافروف بوضوح عن خطة روسية في مواصلة عملية احتلال أوكرانيا وتغيير حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا، وعلى أوكرانيا استعادة كل ما استولت عليه روسيا مؤقتا، ويجب مواكبة هذه الدولة المعتادية. لكن ما تتحدث عنه الآن وتحدث عنه الرئيس زيلنسكي أستاذ فيتالي يعني بموضوع استعادة شبه جزيرة القرم يبدو هدفا مستحيلا يعني أمام ما يمتلكه الروس. في بداية هذه الحرب كان بعض قالوا أن من المستحيل صمود أوكرانيا أكثر من 3 أيام، ولكن نحن أظهرنا أن لا شيء مستحيل في هذه الحرب. كمان يعني بعض قالوا أن من المستحيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية في هذه الفترة القصيرة، لأن هذا الأمر يتطلب التدريب الطويل وكمان كثير من الأشياء المهمة. ولكن نحن كمان أظهرنا أن لا شيء مستحيل في تزويد أوكرانيا بالأسلحة. كمان بعض قالوا أن من المستحيل فرض العقوبات على روسيا وفصلها عن نظام سويفت، ولكن كمان أظهرنا أن لا شيء مستحيل. إذن نحن نعتقد أن استعادة أوكرانيا على الجميع الأراضينا شيء ممكن، ما في شيء مستحيل في هذه الحرب. وهذا مهم لأن إن الهزيمة واضحة للروسيا فقط في أرض المعركة، وخسارة كل ما استولى عليه. لكن هنري كيسنجر نصحكم أن هذا المنطق لن يفيدكم، لابد أن تتنازلوا حتى يتحقق السلام. لا 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 لا، هو بعد هذا التصريح غير موقفه وقال أن كان خاطئا. إذن المسؤولية القانونية لروسيا عن العدوان هي ضمانات فقط ضد تكرار هذه الحرب في المستقبل، هذا السيناريو المأساوي في المستقبل. إذن استعادة أوكرانيا على جميع أراضينا هو ضمان للسلام المستدام في نهاية هذه الحرب. شكرا جزيلا لوجودك معنا، المتحدث باسم السفارة الأوكرانية في أبوظبي فيتالي فيديانين. أذهب إلى كييف دكتور سعيد.